اولا المشاركه ديال المراه في السياسه اساسيه، لان السياسه هي اللي كترسم الافق ديال مشروع مجتمعي كيف غادي يكون. حنا في بلادنا المغرب المشاركه السياسيه ديال المراه قليله، علاش؟ لان مجتمع باتريكي، المجتمع باتريكي كيعتبر ان البلاصه ديال المراه هي في الدار والبلاصه الخارجيه هي ديال الرجل، ولهذا كنا كنشوفوا رجال واخا كيكونوا اميين ولا حتى اباطره ديال هذا ولا مافيات ولا ناس اللي هما فاسدين وكيبقاو كيرجعوا في السياسه، في حين كانوا كيترشحوا نساء اللي هما كفئات وشريفات وما كيتصوت عليهم المجتمع، لانه في الذهن ديال الجميع بلاصه المراه في الدار، ولا خرجت المراه من الدار غادي تضيع الدار، في الحين ان المراه كتنصب الطاجين وكتربي الوليدات وكتخدم في الخدمه وتلقاها حتى في نقابه ولا في جمعيه وكل شيء كله كديرو كتمشي في العشيه تعلم السبليونيه، يعني المراه عطاها الله واحد الذكاء اللي هو خارق والراجل فاهم هذه المساله، ولهذا مش حال هذه وكيبعدها من مركز القرار كيخاف من التدخل ديال المراه اللي غادي يكون تدخل ايجابي. ولا ضفنا على هذا الشيء بان دراسات عالميه بينت بان المراه ما كتاخذش رشوه الا نادرا، اذا هذا الشيء كله كيخلع. اللي خصنا نديرو في بلادنا راه الا خلينا الاوضاع غير بوحدها تغير والناس بدات تصوت على المراه وخا تجي هذه المراه ترشح ما غيتغير حتى شي حاجه، ولهذا شفنا مع السي عبد الرحمن اليوسفي اللي هو تقدمي وكيامن بالمساواه الله يرحمه، دار هو الاول دار اللائحه الوطنيه اللي جعلت بانه من والو ولا عندنا 10% ديال النساء، ومن بعد تطورت هذه الامور، اليوم عندنا 81 نائبه برلمانيه وعندنا واحد العدد ديال النائبات في الجماعات، وخا في الجماعات لان مازال المغرب الغير النافع ولا المهمش فيه الاميه وداك الشيء، كتطلع امراه هي طبيبه ولا محاميه وقاريه كتبغي تاخذ الكلمه، الرجال اللي تما بعض المرات كيسكتوها كيقول لها ما تهضريش انت خارجه من بيتك. اذا حنا محتاجين نديروا ثوره تنويريه ثقافيه في البلاد، كيفاش غنوصلوا لها؟ لان واحد العدد ناس اميين على الاقل عبر وسائل التواصل، عبر وسائل التواصل البصري ندوزوا حاجه مزيانه، واننا نبينوا النماذج الناجحه ديال النساء ونعاود نقويوا الثقه ديال النساء في نفوسهم، نغيروا ديك الصوره النمطيه بان المراه ما كتعرف غير طيب تكتوكه وما كتعرف والو، بالعكس من ذلك راك شفتوا انجيلا ميركل كرئيسة الدولة وكانت قبل منها رئيسات اخرى ديال الدول ولا في مجالات متعدده، اذا خصنا نغيروا العقليات وهذا الشيء بالمناهج المدرسيه والاعلام وهذا الشيء ديال التواصل، خصنا نغيروا القوانين لان القوانين عندها دور تربوي تجبر، ملي كتقول لك القانون يقول ان كل لائحه ما فيهاش امراه رجل امراه رجل امراه رجل تلغى غادي تلغى، اذا خصنا نديروا شي اليات اللي هي تكون ناجعه. ثم انه بلادنا خصنا نامنوا باننا في واحد العالم اللي كيتغير بواحد الوتيره كبيره، وخصنا حنا ندخلوا في هذه الديناميه ديال التغيير، وما كاينش شي ديناميه ديال التغيير اللي يمكن لها تبني لنا التنميه وتزيد تقدم بلادنا والموقع ديالها في العالم الا الى تم الاشراك المراه والرجل اللي تكون عندهم كفاءه ويكونوا محاسبين، وهذا الشيء توا خصو يدخل في القانون، اللي دخل شي مسؤوليه كيكون مربوطه يعطي الحساب في الخرجه، هذا الشيء اللي كاين. وخص الشباب كذلك نشجعوا الشابات، لانه دابا بغينا نغيروا واحد الجيل ديال السياسيين، خاص الشابات والشباب يطالبوا هما بالمساواه التي ينص عليها الدستور. محمد بالنسبه لك المشاركه ديالك في هذه الندوه هذه، شنو الاهداف والغايه من وراء هذه الندوه هذه؟ هو ما كاينش اهداف محدده، الهدف الكبير هو ان هذا فضاء للنقاش العام، وجينا الى لقاء طالبات وطلبه تنتشاركوا معهم التجربه المتواضعه ديالنا في العمل السياسي، وتنحتهم باش هما ينخرطوا باش بلادهم تغير وتكون يتسع فيها المجال الكل، إذا كان هما عندهم الفرصة يقراوا في هذه المدرجات الجميلة جدا، راه 80% ديال المغاربة ما عندهمش هذا الحق، وحنا بغينا باش المغاربة كلهم يكون فيهم هذا الحس التضامني ويفكر في الآخر، باش غدا وليدات المغرب في الجبال في القرى في المدن كلهم يقراوا وكلهم تحلوا فرصة ونعيدوا البناء ديال هذيك المقولة ديال تكافؤ الفرص باش نبنيو المغرب يتسع للجميع. Oui, tout à fait. L'Australie s'est engagée justement à faire avancer l'égalité des femmes et l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, ce que j'ai évoqué dans mon allocution. Est-ce que vous avez fait quelques affaires pour développer quand même l'importance de la femme sur la culture, sur plusieurs domaines? Non, c'est une très bonne question. En Australie, on le prend très au sérieux. Il y a toute une série d'actes comme...
comme celui d'aujourd'hui à travers l'Australie. Il y en a dans toutes les régions, sur toutes les capitales, et tout le monde se réunit. Si vous voulez avoir jeter un petit coup d'œil du genre des actes, il y en a des liens, enfin il y aura des liens sur notre page d'internet. Mais comme je vous dis, en Australie, il y a, en anglais, ça s'appelle Women in Leadership. Alors, par exemple, au sein du ministère des Affaires étrangères, dont je fais partie, c'est justement ça, c'est pour l'autonomisation des femmes. Et ça prend comme j'ai dit, everyday woman, c'est comme ça, on doit le prendre au cœur de son action tous les jours. Par exemple, le secrétaire général du ministère, c'est une femme. La ministre, enfin, la ministre des Affaires étrangères, la nôtre, est une femme. Alors, c'est pour vous donner un petit exemple. Avez-vous des programmes comme quoi la femme a le pouvoir d'avoir accédé à plusieurs domaines, comme quoi par exemple? Oui, dont on a, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, aux universités. Il y a des chiffres en Australie, enfin je ne les ai pas sous mes yeux, mais c'est toujours une question au sein du travail, au sein des conseils d'administration des grandes entreprises, au sein du gouvernement, du Parlement. On y réfléchit toujours au sein des propres partis politiques. C'est question d'égalité des genres, c'est toujours une question, oui. انا بالنسبه لي انا سي كو لي جون ماروكان هادو بيست انغاجيو حلو عينيهم بلادهم ما نمشيوش نشتوا الزبل ديال باريس ونخلوا الزبل ديالنا حنايا الزبل ديالنا نقم ديال باريس نضف منه مليون خطره بالجو على الاقل ما فيش حلوف والله لان ما يمكنش لو ماروك دي بوتونسياليتي il peut avec un peu de prévention un peu d'éducation فهمتي ان بو دانفورماسيون ما يبقاوش يجيو البنيات من الباديه يخدموا ما نخليش واحد يغتصب ليه بنت ونخليه يدوز هكاك اغتصبتي كاين لاديان يلا زيد كاين لاديان تي روكوني تزوج بها تعطر تزوج بها ما تزوجش بها سيدي سي ميم با مو سو با فافورابل اعترف بولدك وسير الله ينيك. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.